نحن هنا في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. سان فرانسيسكو هي واحدة من أشهر المدن في الولايات المتحدة، لا تشبه أي مدينة أخرى. يزورها السياح بأعداد كبيرة، معمارها مختلف، مشهورة بتلالها 43 وبعرباتها الكهربائية. سان فرانسيسكو معروفة خاصة بهذا الجسر، جسر الجولدن جيت. في جنوب سان فرانسيسكو تقع السيليكون فالي، اسم قد لا يعني شيئا الكثير من التونسيين، رغم أن حياتنا اليومية مرتبطة بالسيليكون فالي بشكل أو بآخر. إذا كنت واحد من 2,500,000,000 شخص حول العالم اللي عندك بروفيل فيسبوك، وإذا كانك واحد من 1,000,000,000 شخص حول العالم اللي ينشر صور نتاعه على انستغرام، وإذا كانت تتكلم على الواتساب كما 2,000,000,000,000 مستعمل في العالم، كانك مغروم بالأفلام تتفرج على نتفليكس، وإذا كان كل نهار تتفرج في فيديوهات على اليوتيوب، إذا عندك تليفون مهما كان نظام تشغيله أو تستعمل كمبيوتر، فإنك مدين للسيليكون فالي، لأن كل التكنولوجيات الحديثة تم تصميمها وتطويرها وإنتاجها في أكبر الشركات العالمية الموجودة هنا في السيليكون فالي. في السيليكون فالي توجد أكبر وأهم الشركات في عالم التكنولوجيا، منها شركة أبل. يقترن اسم أبل دائماً باسم مؤسسها ستيف جوبز. بدأ ستيف جوبز المغامرة في 1976 في مستودع سيارات مع صديقيه وأسسوا أبل. في 1984 صنعوا ماكينتوش، الكمبيوتر اللي مثل أول نجاح كبير لأبل في عالم الحواسيب الشخصية، غير علاقة الناس بالإعلامية وحقق مداخيل $2 مليار. عامين بعد أي 1986 يقع التخلي عن ستيف جوبز. بعد خروج جوبز انهارت شركة أبل، تراكمت ديونها، أوشكت على الإفلاس، خاصة مع اكتساح منظومة ويندوز لميكروسوفت عالم أجهزة الكمبيوتر. في 1997 يعود جوبز مرة أخرى على رأس شركة أبل ويبدأ سلسلة من الابتكارات والنجاحات التكنولوجية. يبقى الآيفون الاختراع الأهم اللي غير وجه العالم، الاختراع اللي جمع في نفس الجهاز هاتف، انترنت، موسيقى وآلاف التطبيقات. Three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. رحلتنا في السيليكون فالي تبدأ مع أبل. أبل شركة منغلقة على نفسها، عملها يدور في سرية مطلقة. كيف تعرف أن الاختراعات في عالم التكنولوجيا تساوي عشرات المليارات من الدولارات وأنه ثم حرب بين كبار الشركات في العالم؟ تفهم لماذا تغلق أبل أبوابها أمام الصحفيين، حتى أنها أصدرت في السابق قائمة سوداء لصحفيين أمريكيين لمجرد أنهم نشروا مقالات لم تعجب أبل. إمكانية الدخول لعالم أبل شبه مستحيلة، ومحاولاتنا في الحصول على التصاريح اللازمة دامت لأشهر دون جدوى. هذا المدخل الرئيسي لأبل. رغم كل هذا قررنا المحاولة. في الباب موظفة الحراسة تمنعنا من الدخول.
سامحني، التصوير ممنوع، ما تنجمش تدخل المبنى هذا، هو مخصص للي يخدموا لهنا فقط. فما مبنى آخر، هذا عنوانه، أطلبوا مقابلة مع فريق الاتصال ويعطيكم الرخصة اللازمة. هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالاً؟ لا سامحني، ما نجمش نحكي مع الصحافة. هناك من يرفض أصلاً التصريح بأي كلمة. بالطبيعة، أما ما نجمش نحكي معكم، سامحوني. شو شعورك أنك تخدم في أكبر شركة في العالم؟ تجربة باهية أني نخدم لهنا، قاعد نقدم في أشياء رائعة للعالم. علاش صعيب ياسر أننا نحكي معكم؟ القانون الداخلي للمؤسسة يمنع الموظفين من الحديث مع الصحفيين دون ترخيص. Thank you very much. في تلك الفترة كان هناك تونسي وحيد يشتغل في شركة أبل. التقيناه في أحد المطاعم في سان فرانسيسكو. أمين بن خليفة منتوج تونسي خالص، يحدثنا عن كامل مشواره إلى حين وصوله إلى أبل. أمين، خدم الأول، مشوارك الدراسي منين بدأ وكيفاه، فين قريت؟ أعطينا من الابتدائي للسوبيريور. داكور، سو قريت في مدرسة المنار في جمال، ومن بعد قريت في كوليج وليسي جمال. بعد عملت بريباراتوار في مونتوري المدرسة الوطنية للدراسات التحضيرية للمهندسين بتونس، ومن بعد عملت سوكوم المدرسة العليا للمواصلات بتونس، ومن بعد خدمت في تونيزيانا اللي هي تو أريدو، خدمت براسك عام ونص،
بعد مشيت امريكا باش نكمل دكتوراه نتاعي. علاش قررت انك تمشي لامريكا؟ دونك كيما يعرفوني برشا اصحابي في مغرم بالريشيرش، مغرم بالانفورماتيك من قبل. معنا ملي صغير؟ ملي صغير معناها ديما عندي حاجه نعملها. في السوفتوير صغير وقتها حطيته في الليسي ادفرتايزمنت، معناها باش اصحابي نجموا يشريوه ويخدموا به. هذا عمرك وقتها؟ وقتها في الليسي ما متفكرش، انا ممكن 14 15 16 حاجه. شو 14 سنه مشيت عملت لوجيسيال؟ لوجيسيال فهمت نتاع ديتراساج دي فونكسيون ماتيماتيك، بس حابي معناها في الليسي نجم يخدم. ثم يزون تاع خياطه في جمال، وقت خدمت لهم من بروجرام معناها نتاع جيستيون دو برودكسيون او جي او. بالفلوس ولا بلاش؟ بالفلوس بيان سور. دونك شريت اول تليفون وقتها، خدمت على روحي سوفتوير انجينير نخدم في الليسي. وانت في سوبكوم؟ بل سوبكوم في الليسي. في الليسي هذا؟ في الليسي مازلت. اي دونك ومن بعد عملت سوفتوير صغير مع نتاع رخام، عملت كدي سوفتوير صغار معناها عملت منهم شويه فلوس مش برشا. من بعد عشت لي سيبيريور وقريت البريبا وسوبكوم. واضح. باهي، خرجت من اريدو بعد عامين. خرجت من اريدو بعد عام ونص بريس. عام ونص وجيت الولايات المتحده الامريكيه عليه باش نكمل الريشيرش نتاعي. دونك سيتي معناها ديسيزيون فاسيل، معناها باش نكمل الدكتوراه نتاعي كانت واضحه برشا الحكايه، لازم نعمل دكتوراه في الفرنسي. عملت دكتوراه فين؟ ما دكتوراه في اليونيفرسيتي اوف لويفل في كنتاكي اللي هي بالفرنسي اليونيفرسيتي اوف لويس في. دونك عملت 5 سنين، عندي برسك عام توا في الابل. لقيت روحي في نخدم على بروجي كبير اللي هو معناها توا معناها موجود للايفون 10 ولا برشا ناس يقولوا ايفون اكس. هكا معناها البرودوي اللي خدمت عليه، معناها اخر برودوي خدمت عليه. نجم نقولوا انك التونسي الوحيد اللي خدم في الايفون اكس. ما عنديش المعلومه هذه، ما نجمش. في السيليكون فالي. في الحاجه نعرفها انا الوحيد تونسي في الايكيب نتاعي وفي الانتوراج معناها خدمت على الايفون اكس. علاقتك التونسي يوم؟ علاقتي بتونس اليوم والدي في تونس، مع خطيبتي المستقبلية شغلة في تونس، كنت أيوة. كويتي في تونس. أيوة. وبلادي معنا. تخم ترجع ولا خطيبتك باش تعرف تجي حذاك؟ كيفاش تخم في المستقبل فاش ترى؟ إلى حد الآن معناها اليوم هذا خدمتي في أبل معناها مهمة ياسر، دونك مازلت عندي برشا حاجات لازم نتعلمهم، عندي برشا دي كونتريبيسيون معناها لشان مونديال لازم نعملهم. دونك جو بريفير معناها جو كونتينيو كونتريبيسيون. معناها تعرف انت في خاطر تقول بانك انا قاعد نعمل في حاجه للعالم. للعالم الكل. عشان تخدم فيها بطريقه بلادك كهو، تخدم العالم الكل. مش العالم، مش الناس اللي تنجم تستعمل ايفون اكس وخدمتها، مش الناس تخدم بايفون اكس. تسهل لهم برشا حاجات. تسهل لهم حياتهم، تسهل لهم كل شيء. ساهمت بانك تعرف بلادك؟ ديما في اي فرصه تجيني ديما نحكي، ديما تونسي من جمال ونحارب بلادي اول حاجه. تعرفوا تنجم تعرف على تونس تنجم تخدم معاك الانتوراج نتاعك في ابل؟ ايه ديما يسالوني معناها شين الماكله التونسيه، الكسكسي نحب الكسكسي، دونك الماكله التونسيه المشهوره هي الكسكسي. نحل جوجل نوريه السوسه نوريه الحمامات، ويبدا يقول لي معناها ما نعرفش بالانجليزي يقول لي معناها امبرس، يحب يمشي معناها نهار. ميرسي، يعطيك الصحة. ميرسي امين. من شركة تكونت من 3 أشخاص في مستودع سيارات إلى شركة تشغل أكثر من 120 ألف موظف في العالم وتحقق أرقام خيالية. أبل أكثر شركة مربحة في العالم، مداخيلها بلغت 267 مليار دولار سنة 2019، وربح صافي يقدر ب 55 مليار دولار. ربح أبل لسنة 2019 يفوق حجم ميزانية تونس 3 مرات. نواصل رحلتنا في السيليكون فالي من أبل إلى شركة أخرى تحتل مكانة مهمة جداً في العالم اليوم، فيسبوك. فيسبوك كان مجرد فكرة ومحاولة من شاب صغير في العمر، مارك زوكربيرغ، شاب أمريكي يدرس في جامعة هارفارد، مولع منذ صغاره بالبرمجة الإعلامية. في 2004 يطلق هو وثلاثة من زملائه أول نسخة من الفيسبوك. فيسبوك كان شبكة تواصل على الإنترنت بدأت في مبيت جامعة هارفارد ومنه إلى الجامعة، ثم تعممت على بقية الجامعات، وصلت للمعاهد ومنها إلى العالم. من بضع مئات من المستخدمين سنة 2004، فيسبوك يربط اليوم أكثر من 2 مليار و500 مليون مستعمل حول العالم مستحيلا. مع ذلك دخلنا للاستقبال. مرحبا، أنا صحفي من تونس، هل يمكنني زيارة بعض الشركات الموجودة هنا مثل واتساب، انستغرام أو فيسبوك؟ لا، غير ممكن أنكم تزوروا المركب دون الحصول على تصريح مسبق، أو على الأقل يرافقكم موظف يخدم داخل المركب باش يسمحوا لكم بالدخول. توجهنا لمجموعة من الشباب الموجودة هناك، نريد الدخول لمركب فيسبوك، هل يمكنكم مرافقتنا؟ صحيح، يلزم يرافقكم موظف إلى الداخل، ولكني ما نجمش. يوسف حراس كان هو الحل. شاب تونسي عمره 25 سنة فقط،
المهندس التونسي الوحيد اللي يعمل في شركة فيسبوك. بعد أشهر من المراسلات والمحاولات الفاشلة، نحن هنا في قلب فيسبوك، في قلب شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر على الإطلاق. سلام يوسف. أهلاً. صباح شو حالك؟ الحمد لله. قل لي في الوقت انت جاي توا الخدمه ولا كيفاش؟ معناش اوقات خويا. والله يا با دو دوغ فيكس، معناتها تجي وقت اللي تجي وتمشي وقت اللي تمشي، المفيد تخدم خدمتك. معناها باش تخدم الدار باش تخدم كيما تحب. كل حكايه ريزولتا يغزر لك مره في 6 اشهر ويفو اكومبليغ تي زوبجيكتيف كل 6 اشهر. داكور. تعمل بينا فيزيت؟ ايا. الو. هذا سي لو فيسبوك ستور، كانت لوج على مريول، هكا تلوج على ستيكر فيسبوك، تلوج على جيلي، اش ندخلوا له نوريه لكم. سي عيطوا له سواك شوب. انستغرام كانت لهنا قبل اللي خرجنا سنة، مشينا حتى خذينا بيلدينغ جديد. قد عندك في فيسبوك؟ عام ونص، في جوان 2016. قريت في تونس؟ قريت في تونس ليسي حتى الباك، بعد مشينا لسويسرا، مشيت لسويسرا ومن بعد جيت لهنا كاليفورنيا. نجموا تونس برشا يعملوا هكا كيف عملت يوسف سي؟ برايك سي ايفيدون؟ والله تقرا على روحك نصور نجم، معناتها سي با سورسي. لازم تقرا على روحك، تجيب ماسيون باهيه في الباك، تمشي تقرا برا وتقرا على روحك، تجيب كدا تمشي وين تحب. شنو يعني لك انك تخدم في واحده من اكبر الشركات في العالم تاع التكنولوجيا؟ والله سي الامباكت كو تو على العباد اللي تري زيلفي لهنا، معناتها اي ما تخدمها الا فيك دي مليون ودي مليون جون. دونك فما كما يقولوا بالانجلي سنس اوف برايد، فما تحس روحك قاعد تبدل في العالم تو سام اكستنت. هذه هاكر سكوير هنا يعملوا لي كومباني اوف هاندز، هون يعملوا لي كل 3 اشهر مارك زوكربيرغ والليدرشيب يجيو يحكيوا مع لي زامبلوي، يحكيوا لهم شو صار. يقعدوا هنا بالضبط، يقعدوا لهنا يبداو يقعدوا تحت ليكرون هذاك، ويلي بروجيتي من ليكرون هذاك. العباد يتفرجوا لايف partout dans le monde، les employés les 20000 et quelques employés يتفرجوا partout dans le monde live. هذاك حجام غادي فما طبيب ودونتيست. حجام الاصفر هذاك حجام. شنو حجام تاع فيسبوك. معناها انت ما تستحقش تمشي حتى بلاصه؟ لا عندك شنو اللي فما سير بلاصه هنا الكل؟ فما بنك، فما واحد صلح لك بسكليتك، فما حجام، فما دونتيست، فما ميدسان، فما لي اسيورانس، فما حتى كونتابيليتي، فما شو بنكة تاع فيسبوك معناها ولا بنك امريكي؟ بارتنير داكور. فما شو اسمهم دراي كلينينغ، نظافة، فما كل شيء. ها هو الحاجة. قولوا له هاي. ماش تقولوا من برا؟ فما يوسف تعيش في سان فرانسيسكو؟ اي في السود نتاع سان فرانسيسكو، تعمل كل يوم سويعه في البوس نتاع فيسبوك. فيسبوك عنده بوس؟ اي بطبيعه، كل لي غراند كومباني هنا الكل يعملوا دي سيرفيس دو شاتل، يعيطوا لهم سي دي بوس ايكيبي واي فاي ايكيبي، اللي حاجه كبيره الكل باش تخدم في البوس. هون يقعدوا فيسبوك انفراستراكشر، هنا يقعدوا اللي يتلهوا بلي داتا سنترز، اللي يتلهوا كونستروير لي داتا سنترز اللي يباور مليار واحد فيها. داكور. غادي كل ماكلة. غادي عندك برجر شاك، عندك سالاد بار، عندك كافيتيريا أخرى، عندك مكسيكان، عندك بيتزا، عندك فيل سكوب يلا قهوة. ثم سال دو جو زاد غادي نحب نشوفوها. شوفوها هاي. السيت هذا سي توريستيك معناها تجي الناس. اي لازم تكون تعرف شكون في وسط لا كومباني باش يدخلك، اما هو كيفاش معمول سي سورتو بور كو لي فامي يوليو يجيو، بور كو كل واحد يجيب صحابو. سي اون ميثود داتراك تالنت، سي اون ميثود باش تجيب لي تالون لوكو. دونك هذا كل اللي داير بيهم سي دي بيلدينغ نستخدم معناها هنا كل نستخدم. هذاك اون فاس هذاك اوكيلوس، عرفتوا اوكيلوس نتاع الفي ار؟
بيلدينغ اوف اس داك هنا في الواحد في الكامبوس هذا عن واتساب عن ماسنجر عن اوكولوس عن فيسبوك بيجز عن فيسبوك جروبس عن لازم نفسر للناس انه واتساب هو اليوم كومباني تبع فيسبوك اي اي واتساب شريت بور 19 مليار دو دولار يا 3 ans معناها تقريبا اكثر من 45 مليار دينار تونس البيجيت اللي تم تاعنا في تونس اوكي اوكي شريو بيه واتساب هاي اللي هي ويني واتساب في بيلدينغ في دوزيام ايتاج تاع بيلدينغ شوفوا من بعد هذا هي السال دو جو تاع لي زومبلوي الانسيان فما كل شيء تروح لتونس يوسف كل قد ايه؟ كل 3 4 شهور جرب الراحة ديما سي با ايفيدون بعيدة تعرف الناس متشائمة في تونس؟ نعم تعرف الناس متشائمة في تونس انه لي جون 80% دي جون ما يحبوا يخرجوا من البلاد انه الناس ماش فرحانه بالبلاد شنو تنجم تقول لهم انت اللي تعيش في كاليفورنيا والله توحش بلادك تبدا لهنا اما انا فهمهم تونس سي با ان بيي اللي فيه بوكو دوبورتونيتي اليوم فو كري لوبورتونيتي سي ني با ايفيدون خم انك نهار من نهارات ترجع تونس تعمل بروجي اي باش نروحك ولا كم توتال باش نروح بالإكسبرينس اللي عندك الكل تجم تعمل حاجة لتونس البلاد بطبيعة تجي تتعلم تعمل اللي تنجم ومن بعد تروح تخدم على روحك قد عمرك بس 25 بيانتو 26 لا سوسيتي جون معناها خاطر نشوف نشوفوا الناس كلهم صغار معناها صغار العباد تغزر الوقت برشا عندك رينيا لا عندنا ان فيت احنا الخدمه الكل تصير على التليفون عندك فيسبوك انترن ذكر باش متبع الخدمه من هنا على شنو تخدم بالضبط على فيسبوك ما غير ما تعطينا حاجات انت انستغرام انستغرام انا نخدم داتا ساينس ليد على البيزنس على انستغرام كنت باش تفسر اكثر معناتها انستغرام اليوم سي بلوس دو 800 مليون دو بيرسون في الشهر Et parmi ces 800 millions d'utilisateurs, il y a beaucoup de business. Il y a des restaurants, il y a des wages, il y a n'importe quel service. D'accord. Et product team, c'est de les aider à réussir sur la plateforme. C'est le travail qui joue les bicyclettes. C'est plus simple de faire un bicyclette. Comme je dis, je suis de San Francisco. D'accord. كل شيء بلاش اي فريسك ماكله كل بلاش الطبيب طبيب يعطيك اسيورونس اللي تولي ترد له تولي طبيب بلاش وتعملها الاسيورونس هنا هما يعملوها الاسيورونس انت ما تقول له شنو تقول له انت تقول له اوكي نحب اسيورونس نتاعك هما يتصرفوا في كل شيء تلاقوا بي شورينا توا واتساب اي هكا واتساب غاديك الفوق هذيك البيلدينغ 10 الفوق هذا سي واتساب فوق البغنوي معنا الدوزيام ايتاج هذا هو ميزانية تونس هذاك واتساب مليار واحد يحكيوا على واتساب كل يوم راه مش شوية بعد جيت ممنوع ما نجمش تصور لي بيغو خاطر فيهم دي داشبورد اللي فيهم كونفيدنشال ديتا واضح كما شاهدنا مع يوسف فيسبوك شركة كبيرة تحرص على توفير كل ما نتخيل من مرافق وتسهيلات ليكون محيط العمل فيها ممتعاً ومشجعاً على البقاء داخله للعمل لأطول وقت ممكن من مجرد فكرة في مبيت جامعي إلى شركة بلغت مداخلها سنة 2019 50 مليار دولار ومرابيح تفوق 11 مليار دولار
أغلب سكان هذه المنطقة من الشباب، لكنهم شباب يملكون ملايين الدولارات في حساباتهم البنكية بفضل الابتكارات التكنولوجية المتقدمة اللي سوقوها للعالم. هذا منزل مارك زوكربيرغ، هذه الكهرباء متاعه، هذه الدار متاعه، دار الرابعة اللي عنده المزيل كشراها. هذا مثلا منزل مارك زوكربيرغ في قلب السيليكون فالي، منزل يبدو عاديا ولكنه مجهز بأحدث تكنولوجيات الذكاء العلمي. Go to the gym. Get to the car. Is that? It's Arnold. How about some toast? Let me fix that for you. لكن احنا ما نتمناش نزيدو نطولو هنا على خاطر السيكوريتي اللي قاعد يصور، اللي قاعد المسؤول، اللي قاعد يفوز السيارة، اللي قاعد يفوز الكهرباء، ينجم في الوقت يبلغ علينا الشرطة ممنوع نصورو منزل. المبنى اللي نعمل فيه بعيد، هذاك علاش من الأسهل عليا التنقل باستعمال الدراجة الهوائية. العمل في شركة جوجل مختلف على بقية الشركات اللي اشتغلت فيها، يمكن أنك تخدم وتمارس الرياضة في نفس الوقت. هنا مناش ملزمين بساعات حضور وانصراف، ممكن أنك تخدم خدمتك من أي مكان في العالم. المهم
الرياضات المفضلة في الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الرياضات. نحن في ساعات العمل ومع ذلك أنتم تمارسون الرياضة. هذا أمر عادي، ما فما حتى مشكلة. يمكن أن نأخذ قسط من الراحة ونمارس الرياضة. تلعبون كرة القدم؟ إنها رياضة غير مشهورة هنا في الولايات المتحدة. بالطبيعة، ولكن هذا المركب يجمع جميع الجنسيات في العالم. نحن نحب كرة القدم. جوجل هو أكبر في انجينيور من السيكوم في تونس، دونك قريت عملت سيكل انجينيور ان تيليكوم. سبيسياليتي سي لي زاركتيكتور دو سيستيم دو تيليكوم، دونك تو سكي تريتمون سيجنال اي تو سكي معناها لي تيليكوم. في اون اوبسيون لي كومونيكاسيون اوبتيك، دونك لي فيب اوبتيك كون بارمي سبب لي جو فيديو. نخدم معناها نلعب ياس لي جو فيديو، ما تعنيش نقعد ديما نلعب، نحب نولي نخدم فيها. اي لو بليزير معناها اون بوان بلوس امبورتون في تصنعها انت الحاجه تعملها لها. هذا في كندا. دونك في كندا خدمت معناها كملت الماستر نتاعي، خدمت مع يوبيسوفت. بعد يوبيسوفت مشيت الالكترونيك ارتس اللي هي اكبر من يوبيسوفت، دونك تعمل دي جو كيما فيفا اللي متصور هاي واحد يعرفها. دونك خدمت على فيفا وخدمت على دي جو كيما كيكا على لي بلاتفورم موبيل. يفهمونا الناس اكثر، معناها انت من الناس اللي كي ديفلوبي فيفا اللي يلعبوا بها الناس الكل في تونس وفي العالم، الناس الكل موجوده عندها. معناتها تونس ساهموا مش حتى شغلش. فما تونس خدموا على فيفا اللي الناس كلها تعرفها، الناس كلها تلعبها. Le développement وحدي، les langages de développement تعلمتهم وحدي. J'ai développé des jeux, j'ai développé des applications تاعي هنا. لكن un besoin، معناها كنت عايش في كندا، أول حاجة عملتها une application de taux de change، شوف الدينار بالدولار الكندي. باش يقولوا لي بون علاش تعمل بها انت هذه موجودة، تنجم تاخذ أي وحدة. أنا الانتيغي سيتي با جوست دو كونسولي، سيتي باش أنا نصنع حاجة كو جو بو بيرسوناليزي معناها سور ميزور كيما نقول. عملتها، بعد ما حضرت قلت بون خلينا نبوبليها، جو لا بارتاج افيك تو لو موند. Ben, j'ai fini avec un demi-million d'utilisateurs dans le monde. Il y a des écoles, le Mexique, le Japon, tout le monde qui utilise l'application. Ici, c'est différent. Ici, au Canada, du Canada à San Francisco, c'est une grande différence. Imagine que vous êtes tous à San Francisco. Donc, la culture de travail est différente, l'ambiance est différente, les challenges sont différents, et puis le résultat est complètement différent. Donc, on y coule chez et qui fait chez le manière Acrobis. On a commencé à développer des technologies manière qui va les chez pour les technologies mobiles, pour les télé, pour tout ce qui est ouais, je vais faire plus mobile ça. Ouais. Donc c'est des téléphones, des prototypes à ramener. Pour montrer les technologies internes. L'une des technologies internes est à l'esme chérique, l'esme Nanoport. Mm-hmm. Nanoport, c'est un connecteur sans fil, équivalent à l'USB, mm-hmm. et qui est magnétique. Ça permet une connectivité entre deux téléphones, voilà, un téléphone et un laptop, même un téléphone et une table. Mm-hmm. On peut imaginer des tables smart. Ça peut communiquer et transférer des informations, de la data, et puis la charge. Power.
دقيقة برك خلينا نفهم. هذا فيه شارج. هذا فيه شارج. هذا كم شارج؟ وهذا مش مشارج. نجيب لصقنا في بعضهم. هذا يشارجي الاخر. يشارجي الاخر. عندي هنا دي فيديو كبار. وهنا ولا في البي سي ولا في اي حاجة اخرى دي فيديو كبار. جوست لصقنا من بعضهم ونعمل ترانسفير نتاع الفيديو. ايفيكتيفمون. هذا التليفون. هذا التليفون. Après la phase de synchronisation de l'eau. Donc, là, on a les connecteurs et les connexions. Le téléphone s'échange des données. Puis, il y a un bras, je connais la mine et je connais la salle. Il y a une vidéo à jouer. Voilà. Le téléphone, il y a joué la vidéo à Kakola. J'ai besoin de plus d'écran. Ça c'est le téléphone. Ça c'est le téléphone. Ça joue sur deux téléphones. Ça c'est le téléphone. Ça joue sur trois téléphones. Qui me calme ? Non, là, t'en fais pas tout bien depuis. ليتوقف عمل ماهر في المكتب، بل يتواصل في المنزل وسط عائلتي. بيوتا. حتى عن هاي. شيء. خيال. No. لا الخدمة مدار خاطر سي معناها في انفيرونمون مستانس بيه تعرفوا دونك ديما سوي تري اليز معناها شي موا نخدم اي بي معناها جي ليسباس نتاعي دونك نجم نشوف شنو اللي صاير شنو اللي فما سي با كو الخدمة دونك نقرا حاجات نتعلم نشوف اخبار تونس نشوف اخبار العالم نشوف شنو اللي ترانس معناها شنو الحاجات اللي قاعده تو ماشي اونطونك معناها كي تبدا تخدم في سيليكون فالي تو معناها تو دو غار ديما تخدم خاطر تو امبليكي ما فماش هذيك كما الخدمه دو كيما نقولوا من 9 ل 5 نروح الدار سايو في كل شيء نشجع الناس الكل سيرتو لي ستوديون من الاول من توا افيك لاكسي على انفورماسيون يبداو يشوفوا رواحهم شنو الحاجه اللي يبداو فيها ايبانوي اللي يبداو فيها شيخين يعملوا لها جو يتعلموها ويخدموها خاطر من بعد تولي الخدمه تقوي الهوبي والهوبي يقوي الخدمه ويبداو تريز اليز فيها ويل سوغون لي ميور فيها تو سامبلومون من بعد الخروج من تونس مش الخروج من تونس سي با سا لا كيستيون تونس معناها ما هي الا بلاصه جيوغرافي سي لا كولتور دو ترافاي فوا فوا اون كولتور دو ترافاي ماكش خدام ماكش باش تخدم لا في تونس ولا برا تحب الخدمه وتحب لا فالور اجوتي معناها الخدمه شنو هي راه مش معناها نمشي نعدي سويه ونروح سي لا فالور اجوتي سي لا كرياسيون سي لا معناها تعمل حاجه جديده حتى كان مش جديده تعمل حاجه بيان معناها تعملها بالكدا سنة تونسية دونك باش نحط علم تونس خاطر تونس ديك البلاد اللي تربيت فيها اللي قريت فيها فيها عائلتي فيها صحابي فيها الناس الكل اللي نحبهم في تونس لازم ترجع لها نهار اخر تونس وي بيان سور وي بالتجربه اللي كنت اكتسبتها هنا ترجع لتونس باش تحل مشروع تخدم الناس وتعرف التكنولوجيا بالتجربه بالسافوار فير اللي نتعلمه لهنا وي نحب نهار نروح لتونس عندي 5 سنين في سان فرانسيسكو عام في شيكاغو معناتها اون تو 8 سنين من نجي عايشه في تونس كي جيت لهنا باغ اكزومبل سان فرانسيسكو نخي روح انا واحد جيت تونسي ما نعرف حتى تونسي حتى حد وقعدت عامين ما نعرف حتى تونسي بالظهر معناها نسمع واحد مره يحكي بالتونسي في الشارع يقول لي راني انا نسكن انا وياك فرد بلاص
معطلين عامين ساكنين مع بعضنا وما نعرفش اللي هو تونس يسكن بحذاه. جاتك الفكره انك تعمل الابلكاسيون تحل مشاكل فوالا اون فيت راهو مش كان احنا توينسا ما نعرفوش بعضنا لي لي كوميونيتي الكل معناتها الفرنسيس كي يجيو يلاجو الفرنسيس تلين يلاجو تلين وزاد راهو ما تنسيش راهو توينسا مش الكلهم باغ اكزومبل اللي يمشيو يعيشوا في بلاصه كيما باريس فيها برشا توينسا دونك يا با سو بروبليم لا التوينسا الاخرين اللي يعيشوا في امريكا اللي يعيشوا في انازي اللي يعيشوا في بلدان اخرين من اوروبا ابار فرنسا والمانيا وايطاليا كلهم معناتها ils ont ce même l'application déjà cassé la version dev donc total et via dans donc le profil de l'année c'est un profil pour les utilisateurs français اللي احنا قاعدين نعملوا معاهم les tests et les interviews donc déjà total في الماب تلقى روحك c'est la map de San Francisco تشوف autour de toi شكونهم les français اللي عايشين par exemple quand je clique هنا طفله اسمها ساره elle a 22 ans c'est une étudiante française qui vit à San Francisco. Je me trouve chez les intérêts MTH. Tu aimes la photographie, tu aimes les movies, tu aimes la technologie. Donc, Enasi, ça, là, c'est un profil qui m'intéresse. Je me mets à notre, par exemple, on va faire un message. Je rentre en contact avec moi. Voilà. Ou bien sûr, et je peux filtrer. Je suis intéressée de voir des Français, des Twins, des Italiens. Je peux les rajouter par filtre. Et bien sûr, je me marie aussi. Les événements, on a les événements. Par exemple, l'année, on a l'événement. Les Italiens, ils l'ont col Sharfi Auckland. Donc on met tout le temps l'événement, la date, l'adresse. Ou voilà, c'est tout ce qui est tout ce qui intéresse les communautés ou qui met les communautés en contact. اول حاجه الادز بوبليسيتي كي باش يكثروا عدد الناس اللي بتبيع عدد لي زوتيليزاتور وكل شيء يوغا دي بوبليسيتي زيد فما تو سكيل اثنيك ستورز مثلا كيما احنا نجمو نمشي نفطروا في ريستو تونسي الريستو تونسي يحب اون معناتها اون بلاتفورم كي انا تونسيه نجي من اي بلاصه ولا عايش في سان فرانسيسكو كي نحل انا ان كوفري
التقينا هذه العائلة اللي تزور جامعة ستانفورد. حفيدي بشبدا يقرأ لهنا، على ذاك حابين نزور الجامعة. هل تعتبرين ستانفورد جامعة انتقائية؟ بالطبيعة هي جامعة انتقائية جدا. لماذا تريد الدراسة هنا؟ أنا مهتم بالمجالات اللي درسها جامعة ستانفورد. هل تريد التخصص في مجال التكنولوجيا؟ ما نعرفش تحديدا، مازلت نفكر في مجال باش نختاره. هذا هو مبنى الجامعة الرئيسي، مبنى يحمل تاريخا زاخرا بالإنجازات والنجاحات نراها على أغلب جدران وأروقة ستانفورد. هذه صورة مثلا لكل الباحثين في مرحلة الدكتوراه. هذه اللوحة تخلد الكفاءات النسائية في مجال التكنولوجيا والمتخرجات من الجامعة. هذه أول واحدة عملت جنرال إلكترونيك. سوفي ويلسون ديزاينر دوت كوم. هذه هاردوير ديزايند اند فور ليدرشيب من ذا ترانزيت تكنيكال كوميونيتي. جودة التعليم ضمنت لجامعة ستانفورد مكانة متميزة وجوائز عالمية من بينها 83 جائزة نوبل. كل الشركات الضخمة الموجودة في السيليكون فالي تطمح إلى التعامل مع جامعة ستانفورد من خلال تقديم تربصات للطلبة وتبني مشاريعهم وأفكارهم الجديدة. هذا أكثر واحد في العالم شارك في رابيد ديفلوبمنت أوف كمبيوتر ساينس في الوورلد في العالم. دونالد نيوث 1972. هذو متحصلين على حاجة عالمية. جامعة ستانفورد كونت أجيال من الكفاءات وكان لها الفضل في تحقيق ثورة إلى عالم التكنولوجيا بابتكار أولى التكنولوجيات الحديثة في العالم. هنا يتلخص سر نجاح جامعة ستانفورد، مكتبة زاخرة بالكتب والمنشورات في كل المجالات، سياسة، اقتصاد، علوم، أدب، أو حتى منشورات توثق تاريخ جامعة ستانفورد ونجاحاتها. ستانفورد يونيفرسيتي. هذا مثلاً كتاب كتب على غولف. توفر جامعة ستانفورد محيطاً مميزاً للطلبة، ملاعب كرة قدم وملاعب تنس وفضاءات راحة وغيرها من المرافق اللي تخلي الطلبة يتابعوا دراستهم في فضاء ممتع وصحي.
boys, come on. Walder takes a strike, sails it high. Kept in, second effort in front. Will take it, deflected and in. And Stanford has struck first. وأنت تغادر السيليكون فالي تتأكد مرة أخرى أن تقدم شعوب العالم لم يعد مرتبطاً بالصناعات الثقيلة، لا صناعة البواخر ولا الطائرات ولا الصواريخ ولا الأقمار الصناعية، إنما فقط بالابتكارات التكنولوجية الحديثة. فكل هذه الشركات العملاقة اللي غزات العالم واللي تحقق اليوم في أرقام خيالية بدأت بمجرد فكرة. تذكروا بأن فيسبوك انطلق في مبيت للجامعات، وأن زوز أكبر شركات اليوم في ميدان التكنولوجيا أبل وجوجل انطلق بفكرة في مستودع سيارات.